أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع
وهو واقع بهم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويستجيب الذين ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويستجيب والكافرون لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وينشر رحمته وهو وهو
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة الله العظيم الفاتح.